تنضم إلينا من عمان الفنانة والإعلامية العراقية إيناس طالب. أهلا فيك معنا يا إيناس. فجأة يعني صرتي موضوع ويعني القصة كبرت، يعني أنت في البداية أصلا كيف عرفتي عن المقال وصورتك اللي موجودة فيها؟ مرحبا يعني، وتحية كبيرة لحضرتك ولكل مشاهدي قناة العربية وقناتكم الموقرة. سعيدة جدا بهذه الاستضافة. الحقيقة كنت راجعة من شغلي، يعني أنهيت يومي على خير، وتفاجأت أنه صاروا الأصدقاء يبعثوا لي هذا المقال، وشفت حالي من حال الناس يعني حقيقة. تفاجأت إلى حد ما واستغربت بنفس الوقت، لأنه هي صورة قديمة وعادوا استخدامها لمقال يعني وردت في سياق بعيد تماما عن الموضوع وفكرة الموضوع والمقال. لا شك أنه صار واضح للجميع أنه المقال مقال إيكونوميست هو يعني في إهانة كبيرة للمرأة العربية على وجه العموم والمرأة العراقية تحديدا. إيناس، بس عشان نوضح، انت صورتك انحطت من غير اي ذكر لاسمك، من غير ما مثلا يكون لك علاقة بالمقالة، من غير اي شيء؟ اطلاقا اطلاقا، بدون استئذان، بدون علمي، واستخدامها اساسا في سياق بعيد تماما عن محتوى المقال. اوكي، طيب انت حضرتك قلتي انه في تلاعب حتى في الصوره، وارسلتي لنا نسخه من الصوره. خلينا بس نعرض على الشاشه الصوره اللي حضرتك ارسلتيها لنا والصوره اللي منشوره. وبعثت لكم ايضا فيديوهات. صحيح، لاحظي انا بعثت لكم فيديوهات، اعتقد الفيديوهات صعب الواحد يتلاعب فيها. يعني هم كلش مبالغين بالتشويه بهذه الصوره، وعلما هذه الصور والفيديوهات من كاميرا التليفون مباشره. فانت مقتنع ان هم كمان تلاعبوا في الصوره، بس لما تقولي مثلا لما تنحط صورتك في موضوع، لا مو مقتنعه، لا يقينا هم شوهوا الصوره وتلاعبوا فيها. طيب اذا حطوا صورتك في موضوع ما لك علاقه فيه، ما ذكروا حتى انه اسمك، ما لك مثلا يعني مثلا اخذوا منك كلمه في المقال، ويقينا بتقولي انه تلاعبوا في الصوره، ليش يعملوا هذا الشيء؟ الله أعلى وأعلم. بس أنا هو سؤالي اللي أنا لازم أطرحه على الناس وعلى حضراتكم، أنه ليش مهتمين هم الإيكونوميست يعني كصحيفة عالمية مهمة بقيمتها، ليش هالقد مهتمين هم بالبدينات، بالنساء البدينات في الوطن العربي والعالم العربي؟ ليش ما مهتمين بالنساء البدينات يعني اللي يعانون من السمنة طبعا بكثرة في أوروبا وأمريكا؟ ليش ما مهتمين بهم باعتبار أنه الأقربون أولى يعني بالمعروف؟ ليش إجوا على النساء البدينات اللي في العالم العربي؟ وأنا لا أحسب على النساء البدينات، بالتالي أنا إنسانة عارفة قيمة نفسي وإنسانة ناجحة وعندي منجز وإلي تاريخ، وهذا التاريخ يشهدون فيه البيت العراقي والعائلة العراقية. أنا من عام 96، عمري 16 سنة، أنا بمثل على شاشات القنوات العراقية. تعرف وتفهم إيناس منو شنو، وأنا ظهرت على الشاشة بهذا الفيجر. والمهم والأهم من هذا أنه أنا ظليت محافظة على شكلي ومحافظة على الفيجر مالتي اللي هو هيئة المرأة العراقية العربية الطبيعية، يعني أنه أنا ما تلاعبت ولا تدخلت بعمليات، هذا مو هذا لا يعني انتقاص من العمليات، هذا شأنهم، لكن أنا ما لي علاقة بهذا الجانب. بالتالي أنا أريد أقول قضية مهمة، هم من سوء حظهم للأسف خلوا صورتي واستخدموا صورتي في سياق سيء جدا، ومقال يعني عملوا يعني عملوا مشكلة كبيرة حقيقة. ليش من سوء حظهم بتقولي؟ لأنه أنا من سوء حظهم، أولا هم ما كانوا عارفين أنه أنا فنانة معروفة، استخدموا صورتي، ما كانوا هم عارفين أنه أنا بابليك. فإجا يعني التضامن إلى حد ما من قبل الناس يعني والمحبين والشارع العراقي، تضامن وطالبوا باعتذار وتعويض، هم اللي دفعوني لهذه المنطقة أنه أنا أمشي بهذا الإجراء والقضاء والقانون لرد الاعتبار والتعويض وإلى آخره. إذن أنت ناوية ترفع قضية؟ خلوني أواجه هذا التنمر والإساءة، اسمحي لي، أنه أنا صرت أواجه بعض يعني بعض التعليقات المسيئة بحقي، وأنا بعيدة عنها كل البعد تماما، لأنه أنا دائما أعتبر هذه الأمور ومترفع عنها، لأن أنا شخصية
يعني إجمالا لا أبحث على أن أكون شخصية كونتريفارشل في السوشيال ميديا وشي، لأنه أنا إنسانة عندي منجز وعندي حياتي اللي ناجحة فيها، وأنا أم لبنتين، وبالتالي أنا حياتي مليانة بالعمل وبالسعادة وما فارغة لهذه أمور حقيقة، وأعتبرها من التوافه وأنا أترفع عنها، حتى أترفع عنها بالرد. يمكن إحنا تكلمنا أنا وجنابك قبل ما أجي على اللقاء أنه لاحظت أنه أنا ما في عندي لا ستوريات ولا أكتب ولا هاي، عندي صورة بنشرها في حال عندي عمل، ما عندي عمل ما راح أنشر حتى صورتي. ايه. لا ونحن تكلمنا كمان قلنا انه يعني لانه هذا موضوع بيمس كثيرين، يعني مو بس بيمس ايناس طالب، لا يعني بيمس كثير الناس. هي رساله موجهه للنساء العربيات وللمراه العراقيه تحديدا، هم انتهكوا حريتي وخصوصيتي وتعدوا علي كوني سيده عراقيه وامراه عربيه. طيب الان يا ايناس، تتجاوز وتتعدى حدودك وتتعدى، احنا بالاعلام نعرف اذا تسمحي لي انه انت تنتهي حريتك عندما تبدا حريه الاخر. وهم ما ليش اقول ليش هم من سوء حظهم لسبب، لانه انا اساسا خريجه اعلام وتخصصي ماس كوميونيكيشن. أيوه. فانا فاهمه بشكل جيد قانون الاعلام والتشريعات الاعلاميه في اغلب الدول، يعني فانا فاهمه انا وين رايحه. ليش اقول لك هو هذا من سوء حظهم، لكن من حسن حظي لانه دائما وابدا أنا من الشخصيات اللي واعية وفاهمة أنه أنا ممكن الأزمات أحولها إلى مكاسب وأستثمرها. جميل. يعني هل حضرتك ناوية أنه ترفع عليهم قضية مثلا وتطالب بتعويض فيصير المكسب حتى مادي؟ يعني لا، أنا رفعت عليهم قضية. رفعتي؟ أنا بلشت بالإجراءات من قبل يومين. أوكي. نعم بلشت بالإجراءات ومطالبة. في أي محاكم تحديدا؟ في أي دولة؟ يرد اعتبار على الملأ في محاكم بريطانيا. في محاكم بريطانيا. نعم مباشرة. أكيد. أي. أكيد. أوكي. نعم. فرفعت. مطالبين بتعويض ورد اعتبار وتعويض نفسي، لأنه أنا بالتالي أنا سيدة وأم لبنتين. أنا أم لأطفال. أنا بطبخ جدري بالبيت قبل ما أطلع للشغل. أنا جهز أكل أولادي بالبيت قبل لا أطلع للشغل. أنا سيدة عاملة لكن أنا حريصة على أنه أطفالي يأكلون أكل بيت. ما عايشين على الجانك فود والفاست فود، وما عايشين على السوفت درينك وإلى آخره. أنا سيدة عراقية وأحترم هويتي كعراقية. طيب. وأحترم قوميتي كأمرأة عربية. إيه أنا فهم عليك، بس إيناس إذا بدي أردك للجدل اللي صار حوالين هذا الموضوع، يعني الناس انقسمت، قالت أنه لا ما في أي تنمر، عادي وصف أحد أنه لا وزنك زايد أو سمين أو بدين، وناس قالوا لا تنمر. حضرتك كيف تشوفي؟ بعيدا عن التنمر أو غير التنمر، طبعا هو تنمر واستخدام الصورة وشوهوها وتلاعبوا فيها، بعيدا عن هذا. أنا إنسانة أحب نفسي ومقتنعة بنفسي وعارفة قيمة نفسي، يعني فأنتوا شو خصكم؟ أنا ممثلة، بالتالي أنا ممثلة. أنا ما معني أنه أنا لازم يكون خسري هذا الخسر وبطلع بيه على الشاشة وأستعرض بمفاتن بعيدة كل البعد عن نظرة الناس اللي تريد الناس وتشوف إيناس بهذا الدور المعين أو بهذا البرنامج الحواري. أنا إلي هويتي وإلي صورتي اللي الناس عرفوني فيها، فحتى الناس أساسا ما رح يتقبلوني بأي شكل آخر. يعني أنا أحب نفسي ومقتنعة بحالي. وإحنا نحبك يا إيناس من سوء حظهم. ورائع جدا قناعتك هذه، وأسعدتينا وشكرا لك.